ورد في كتب الحديث الشريف وكتب التاريخ عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قولته المشهورة والعظيمة جدا، حيث جاء إليه ابن عباس وكان أمير المؤمنين مشغولا بخصف نعله، واستصغر ابن عباس ذلك، وكان في أيام حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فقال أمير المؤمنين لابن عباس: كم قيمة هذه النعل؟ نعل ممزقة، مشغول صاحبها بخصفها. قال ابن عباس: لا قيمة لها. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إنها أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إمرتكم يعني رياستكم. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه ذلك اليوم يحكم أكبر حكومة على وجه الأرض، كان الرئيس الأعلى لأكبر حكومة على وجه الأرض، كان تحت حكمه بالإضافة إلى معظم الشرق الأوسط، عمق أوروبا وعمق أفريقيا، والذي يقال أنه في خريطة العالم اليوم 50 دولة أو أكثر. يوم كان أمير المؤمنين هو الحاكم الأعلى لهذه الرقعة الكبيرة من الأرض، يشير إلى نعل ممزقة ويقول: إنها أحب إلي من أمرتكم، من هذه الرياسة لهذه الحكومة الواسعة. ويستثني استثناء واحدا فقط وفقط، ويقول صلوات الله عليه: إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إقامة الحق ودفع الباطل، هذا عند أمير المؤمنين هو المقياس للحاكم الأعلى، هذا هو الملاك للحكومة المثلى، هذا هو القيمة عند أمير المؤمنين، الحكومة بما هي حكومة، والرياسة بما هي رياسة. نعل ممزقة أحب إلى أمير المؤمنين من الحكومة والرياسة. نعم، إذا الحاكم استطاع أن يقيم الحق ويدفع الباطل، هذه الحكومة
لإقامة الحق ولدفع الباطل تكون لها قيمة، أما في غير ذلك الحكومة لا شيء عند أمير المؤمنين، نعل ممزقة ربما لا تسوى درهما واحدا أحب إلى أمير المؤمنين. هذه هي المهمة الأولى والكبرى لمسؤولية الحاكم الإسلامي الأعلى. الحاكم الإسلامي مسؤوليته أن يقيم الحق ويدفع الباطل، يقيم الحق على كل الرقعة التي تحت حكومته، ويدفع الباطل عن كل الرقعة التي تحت حكومته، يقيم الحق على شتى المستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على المستوى العائلي وغير ذلك، على شتى المستويات. مسؤولية الحاكم الإسلامي إقامة الحق ودفع الباطل. الباطل يجب أن لا يجد موردا في الحكومة الإسلامية، وهذا مسؤولية الحاكم الإسلامي. الحق يجب أن لا يجد موردا على خلاف الحق في الحكومة الإسلامية، وهذا هي المسؤولية الكبرى للحاكم الإسلامي. إقامة الحق ودفع الباطل عمدته يكون بالاقتصاد المتقدم السليم والسياسة الإنسانية والمجتمع الصالح. الحاكم الإسلامي بنصائحه، بتوجيهاته، بعمله الشخصي وسيرته في نفسه وسيرته مع الناس، سيرته في السلم والحرب، سيرته في الضراء والسراء، الحاكم الإسلامي يكون بحيث الاقتصاد على شتى المستويات وللجميع يكون اقتصادا متقدما سليما، والسياسة على شتى المستويات وللجميع تكون سياسة إنسانية، والمجتمع على شتى المستويات وللجميع يكون مجتمعا صالحا. إذا كان الحاكم الإسلامي كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يهمه إلا إقامة الحق ودفع الباطل، إذا كان هكذا هناك يكون الاقتصاد المزدهر والسليم والمتقدم، هناك تكون السياسة الإنسانية بأعمق معانيها، هناك يكون المجتمع الصالح. وعندما نتصفح تاريخ حكومة أمير المؤمنين، التاريخ الذي لا نظير له في الشموخ والعظمة، التاريخ الفريد في الحكومات الماضية وحتى في حكومات اليوم في العالم، عندما نتصفح تاريخ أمير المؤمنين نجد الاقتصاد المتقدم والسليم والمزدهر، ونجد السياسة الإنسانية بأعمق معانيها، ونجد المجتمع الصالح. وكنماذج
نذكر ثلاثة أمور في هذا المجال يكفينا في الاقتصاد المزدهر والسليم والمتقدم في أيام حكومة أمير المؤمنين وعلى كل الرقعة الإسلامية التي كان يحكمها أمير المؤمنين، أنه لم يذكر التاريخ فقيرا واحدا يبقى على فقره تحت حكومة أمير المؤمنين إلا قصة واحدة، وهي ما ورد في كتب الحديث والتاريخ أن شخصا كبير السن مكفوف البصر رآه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد مد يده وهو يستعطي الناس، فسأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عنه، قالوا يا أمير المؤمنين إنه نصراني ليس من المسلمين يعيش في بلاد الإسلام، نصراني كبر سنه ولا يستطيع على العمل فمن أين يعيش؟ هنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه واجه هذه الظاهرة التي لم يكن لها نظير في تاريخ حكومة أمير المؤمنين، لا قبل هذه الظاهرة ولا بعد ذلك نقل في تاريخ حكومة أمير المؤمنين ظاهرة مشابهة. رجل كبير السن مكفوف البصر يستعطي للقمة العيش، أمير المؤمنين عاتب من كان هناك وقال لهم استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، يعني هذا ليس من شيمة الإسلام، المسلمون هم عليهم أن يسدوا هذه الثغرات، لماذا يوجد في بلد إسلامي فقير يستعطي وإن كان من الأقليات غير المسلمة وإن كان غير مسلم، ما دام يعيش في حكومة إسلامية يجب أن لا يكون فقيرا. عاتب أمير المؤمنين المسلمين ثم أمر وقال أنفقوا عليه من بيت المال، وهذه ظاهرة واحدة فقط في طول تاريخ حكومة أمير المؤمنين لم ينقل لها نظير إطلاقا. هل هناك في عالم اليوم مع توفر العلوم الاقتصادية ومع تبجح الحكومات في العالم في البلاد الإسلامية وفي البلاد غير الإسلامية بالاقتصاد والاقتصاد المزدهر والاقتصاد السليم والاقتصاد المتقدم وأمثال ذلك من الألفاظ الفارغة والفارغة، ويدل على ذلك الفقر الذي يجده كل إنسان في كل بلد سواء في البلاد الإسلامية مع الأسف وفي بلاد غير الإسلام أيضا ممن يتبجحون بالاقتصاد المترقي، هل يوجد نظير هذا في عالم اليوم بحيث لا تكون ظاهرة الفقر إطلاقا إلا في شخص واحد ومورد واحد وذاك بأمر الحاكم الإسلامي وهو أمير المؤمنين صلوات الله عليه يزال؟ إقامة الحق في مجال الاقتصاد عملا هو هذا، دفع الباطل في مجال الاقتصاد ودفع الفقر عملا هو هذا. ونموذج في السياسة الإسلامية المبنية على الإنسانية بأعمق معانيها.
أمير المؤمنين صلوات الله عليه خلال حكومته لا يذكر التاريخ أنه وجد هناك قتيل سياسي واحد، يعني شخص لا يقبل حكومة أمير المؤمنين، لا يبايع أمير المؤمنين، شخص ربما يسب أمير المؤمنين والعياذ بالله أيضا، كما في القصص العديدة من الخوارج. ولكن مع ذلك أمير المؤمنين لم يقتل سياسيا شخصا واحدا، ولا يوجد في تاريخ حكومة أمير المؤمنين سجين سياسي واحد، ولم يذكر التاريخ في طول حكومة أمير المؤمنين وفي كل البلاد التي هي تحت حكم أمير المؤمنين لا يوجد هناك قصة واحدة تقول إن الشخص الفلاني كان يخاف من أمير المؤمنين. أليست هذه السياسة هي الإنسانية بأعمق معانيها؟ وأينما نجد وأين نجد مثل ذلك في تاريخ البشر قبل ذلك قبل اليوم وهذا اليوم، إلا في حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي حكومة أمير المؤمنين منبثقة عن حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي كحكومة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل المجالات المزدهرة والمترقية والإنسانية. إذا نظرنا هذا اليوم إلى الدول في العالم التي هي أكثر من 200 دولة بين كبيرة وصغيرة، إسلامية وغير إسلامية، هل نجد هناك في دولة تدعي أنها ليس عندها قتيل سياسي ولا سجين سياسي ولا من يعيش خوفا من الحاكم الإسلامي؟ هذا عند أمير المؤمنين، هذا هو الملاك للحكومة الإسلامية. وأما المجتمع الصالح فهو المجتمع الذي بناه أمير المؤمنين في أيام حكومته المباركة، حتى أنه كالنموذج من العديد من النماذج، أن مالكا الأشتر وهو بمثابة الرئيس الأعلى للقوات المسلحة في حكومة أمير المؤمنين، ورد في التاريخ أن مالكا الأشتر كان يمر في سوق من الأسواق فرماه شخص ببندقة ولا يعرف مالك الأشتر، ومضى مالك الأشتر كأنه لم يصنع به شيء. قالوا لهذا الرجل الذي ما رمى مالك الأشتر ببندقة، قالوا له: عرفت من هذا؟ قال: لا. قالوا: هذا مالك الأشتر، هذا بمنزلة قائد القوات المسلحة لأمير المؤمنين، هذا الذي يخاف منه معاوية وأمثال معاوية، ترتجف قلوب الظالمين من مالك الأشتر. فخاف الرجل وقام وتبع مالك ووجده في مسجد يصلي، هذا الرجل الذي رماه ببندقة، صبر حتى انفتل من صلاته مالك الأشتر، فوقع الرجل على قدميه يقبلهما ويعتذر منه. قال مالك له: ما عليك، والله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. المجتمع الصالح كيف يكون؟ هذه تربية أمير المؤمنين سلام الله عليه.
سيرة أمير المؤمنين، أخلاق أمير المؤمنين، أسلوب أمير المؤمنين، تعامل أمير المؤمنين، هذه هي التي تفرز مثل مالك الأشتر على شخصيته، يكون هكذا متواضعا ويغفر لمن تعدى عليه ويستغفر الله عز وجل لهذا المعتدي. الحاكم الإسلامي يجب أن يكون هكذا، أمير المؤمنين كرسول الله صلى الله عليه وآله أسوة وقدوة للحكومات في العالم سواء الإسلامية وغير الإسلامية، وللحاكمين في العالم سواء في البلاد الإسلامية والبلاد غير الإسلامية. نحن ندعو الدنيا دنيا الإسلام ودنيا غير الإسلام، ندعو الحاكمين في بلاد الإسلام وفي بلاد غير الإسلام إلى أن يتعلموا من أمير المؤمنين كيف أمير المؤمنين بنى الاقتصاد حتى لا يذكر فقير واحد إلا رجل غير مسلم، وأمير المؤمنين يعاتب المسلمين على ذلك ثم يزيل فقره. يتعلم من أمير المؤمنين الحاكمون في البلاد سواء الإسلامية وغير الإسلامية، يبنوا سياستهم على الإنسانية حتى لا يوجد هناك قتيل سياسي ولا سجين سياسي ولا خائف سياسي، ويبنوا حكومتهم على العدل حتى ينمو المجتمع مجتمعا صالحا، بحيث يكون أكبر شخصية بعد الرئيس الأعلى للبلاد الإسلامية يكون هكذا متواضعا. إننا ندعو العالم إلى ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحكام في البلاد الإسلامية بالخصوص وحتى في بلاد غير الإسلام لانتهاج منهج أمير المؤمنين، حتى يكون هناك الاقتصاد مزدهرا ويكون هناك السياسة سياسة إنسانية ويكون المجتمع مجتمعا صالحا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.